إذن إذا بقى لكم الدجاج مثلا محمر بقى لكم في العشاء، أنا كنتفو بحال هذا الشكل هذا وكنعملو في واحد الطبسين مغرفو. أما غدا إن شاء الله كنعدلو واحد شوية ديال، لأن اللي كان عندي المرقة فيها الزيتون، فأنا عدلت بصلة جديدة قطعت فيها المعدنوس والقزبر ودرت التوابل وعطاني البصلة يعني لاصوص اللي غادي نعمل مع الدجاج باش ندير البريوات ديالي. اذا نخليكم ان شاء الله، انا غادي نخلي تطيب البصله ونضيف ليها الدجاج وديك الساعه نوريكم كيفاش غنحصلوا على بريوات من بقايا الدجاج لا ضياع. اذا هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه على هذا الشكل، هذا كيجي هائل. انا ما كنضيف له لا بيض لا والو لانني استقطرت الخليط، نزلت منه الماء ورجع ناشف الان، فكيجي هائل بدون اضافات ديال البيض، كيجي شد راسو الدجاج لان عملت غير شويه ديال البصله، ما عملتش بزاف ديال البصله. اذا غنستخدم انا هنا ورقه الفيلو، كتجي هائله جدا. كندير ورقه كلها نلويها على العرض كيفاش ما شفتو، وكنفزدكها بالزبده مذوبه باش كتجي مقرمشه. اذا كنفزقوها مزيان لان كنعرفوا ورقه الفيلو راها ناشفه، وكنوضع الحشوه ديالي في الطرف ديال الورقه. نقرب لكم شويه باش تشوفوا مزيان. اذا كنتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان ان شاء الله. اذا الطريقه اللي كنعملو اليوم غنعملوهم متلتين، غادي تشوفوا الطريقه. كنشدو الجانب الاعلى على الجانب الثاني ونقلب عند الحافه باش نعمل زاويه قائمه، وكنبقى ماشيه من الطرف الاول للطرف الثاني، من الطرف الاول للطرف الثاني، حتى كنكون البريوه ديالي متلته. في الاخير كنعوضها مزيان وكندخل البقايا في ديك الفتح الفتحه اللي كتبقى في الاخر. وكنبغي نقول لكم يا اما بسكين حاد يعني ما تواجد قدامي المقص كنت كنقطع به الورقه. اذا هنا بلا ما نديروا الطحين والماء لان كتشد، سبحان الله كتشد بلا ما كتفتح كتلصق على بعضياتها. ونكمل هذه الثانيه، يشوفوا معايا مثلا المبتدئات اذا كانوا مازال ما كيعرفوش يلويو البريوات متلتين، فهذه طريقه سهله. هاد الطريقه بالنسبه للدجاج انا كتعجبني بزاف، يعني ما كيضيع لكش الدجاج. هذا الدجاج اللي استعمل دجاج محمر، فقلت لي مالا فقلت لي مالا دجاج محمر وفيه مذاق زوين، ليش ما نعملش به البريوات ما يضيعش. وما شاء الله تنكلو اكثر من الدجاج. غير انا ضيفت القرفه بزاف باش يعطي المذاق ديال الخليط اللي درت، زدت له القرفه بزاف باش يعطي المذاق ديال البسطيله، وفعلا جا المذاق هائل. اذا غير بشويه بشويه على الورقه ديال الفيلو، كنعرفوها حساسه جدا وكل ما كنساليو بها كنردوها في الميكا اللي كانت فيها، بالاضافه الى اي سيرفيات عندك. شفتو دغيان هي كتهرس، ولكن ماشي مشكل، يعني حتى ديك التهريسات راه غادي ندخلوهم. اذا من الافضل دخلوها في البلاستيكه باش ما تنشف لكمش بسرعه. عملوها في الميكا اللي جات فيها اللي كانت ملويه فيها، وضيفوا واحد المنديل يكون نقي. انا درت منديل الخبز. اذا هنا غادي نوريكم ان شاء الله كيف كنلويها. اذا غنعملها على جوج بحال اللي كنطويو شي توب، ونعملها ثاني على جوج. طريقه سهله جدا. هذاك المغصو اللي كنتقطع لي ديك الجزء اللي كنتقطع لي غنعملو من الفوق ما غايضيعش.
الى انه كنضيفوا الخليط ديالنا الى ان نكمل جميع البريوات اللي عندنا بنفس الطريقه غنبقاو ماشيين. وغادي نخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي وكنطيبوهم على فرن مسخن مسبقا على 200 درجه. من بعد ملي كنعملوهم في الفرن كنهبطوا من 180 يعني 180 ولا 150 على حسب كل واحد الفرن ديالو. المهم نتوما تعرفوا كيف طيبوهم. اذا ما كيديوش الوقت بزاف، تقريبا من ربع ساعه حتى ثلث ساعه هكاك. انا هادشي انا داو لي ربع ساعه لان كنت عامله الفرن سخن مسبقا. وهادو ملي خرجتهم من الفران جاوا على هاد الشكل هذا محمرين ومقرملين بزاف يعني مقرمشين. وكنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. لا تنسونا من الاشتراك واللايكات وايضا ادعمونا بالتعليقات. اذا كان عندكم شي سؤال فانا راهن اشارتكم. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البيضات ديالنا بقايا الدجاج، كيجيو هائلين. كنتمناهم يعجبوكم وتجربوهم بورقه الفيلو، كيجيو مقرمشين هائلين. اذا بالصحه والراحه، السلام عليكم في امان الله. اذا كنتم باقي ما اشتركتم معنا مشاهدينا الكرام، اشتركوا معنا بالضغط على الزر الاحمر وضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد من فيديوهاتنا على هذه الطريقه. اضغطوا اللايك اذا عجبكم الفيديو، هذا فضلا وليس امرا. واضغطوا على الشير لمشاركه الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم.